توطين الوظائف من أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، ولتحقيقها بشكل إيجابي فمن المهم مشاركة القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً لخلق فرص وظيفية. طبعاً الجميع المستثمرين يعني نيابة عنهم ملاك مالكات من المدارس الأهلية على مستوى المملكة يأملون أن تدار استثماراتهم بسواعد وطنية. وفرت لجنة التعليم الأهلي بغرفة حفر الباطنة التجارية 600 فرصة وظيفية، حيث أن الفرص لقطاع البنين كانت أكثر، وذلك يعود لأن قطاع البنات موطن سابقاً. ولكن هل المخرجات ستتغير؟ مخرجات التعليم الأهلي دائماً جيدة، طبعاً على المستوى المحلي أو المستوى العالمي. طبعاً عندنا الكفاءة بالمعلم السعودي أو الطالب السعودي، ويدل ذلك الجوائز العالمية التي فازت فيها كثير منها من المدارس الأهلية. برامج تدريبية لتأهيل وإعداد الكوادر الجديدة نفذت تحت إشراف لجنة التعليم الأهلي بغرفة حفر الباطن للإرشاد والتوجيه المهني. وزير هرميح الإخبارية حفر الباطن.